في عايده درغام من يعني انا شخصيا كنت معجبه جدا بلبسها، وقلت لك ان انا معجبه جدا بكل لبس والاكسسوارز، وقاعده عماله اقول الله وشوف لها لابسه ايه، يا لميس وبص وانت اسلمي لي. دايما لا طول بس انت عمرك برضو يا لميس، حبيبتي. لا ازاي لا يعني انت طول انت عمرك، فانت الفاشينيستا لا بتاعتنا يا ازاي غاده وانت يعني. كمان الله اكبر بس عليك. هقول لك الناس قالت ايه، الناس قالت برضو اوفر، يعني مش ممكن كله سينيهات كله حاجات، ليه هي كده على يعني؟ فكرة مش كله سينيهات، انا في حاجات لابساها وحط عليها زارة. فغادة بتعمل الميكس اند ماتش اللي طبعا هو يعني طبعا احنا مش لازم عشان نبقى لابسين كويس او لابسين حلو ان احنا نبقى كلنا من فوقنا لتحتينا لابسين صح طبعا ب 500 الف دولار. طبعا ده حقيقي. على فكرة هو عادي جدا ان انت ممكن تطلعي وتجيبي اللي انت شايفاه التركيبة كلها وتلبسيها زي ما هم حاطينها. الحلو انك تعملي الميكس ما بين الحاجات على بعضها، مش هتبقى غالية، هو يعني مش بالغلو. بس غادة كانت قصدة تطلع يعني، طبعا الصورة بالشكل ده حلوة وهنتكلم على الصورة، لكن لان المفروض ان ابويا ده راجل غني جدا، غنى فاحش، وانا المهنه اللي انا بشتغلها دي الجرام فيها بالعشرين والخمسين الف دولار، فانا برضو غنيه غنى فاحش، فشيء طبيعي، ومتعلمه ومتجوزه راجل انا وهو دماغ لوحدينا، حتى فشيء البيت طبيعي شكله مختلف. بالظبط ان يبقى عندي ذوق في اللبس وفي المكياج وفي الشعر وفي كل حاجه، يا اما ما اصلحش ان انا اعمل الشخصيه دي. ثانيا الجمهور مش يعني مش لازم افرض عليه انه يتفرج على حاجه وحشه، صح. عيب يعني. مش معنى ان انا انجح في دور او اعمل مسلسل ان لازم اطلع شكلي وحش والناس اللي حواليا وحشين ولابسه وحش في شهر رمضان والناس تتفرج على حاجه وحشه وافرضها عليهم. لا لا، انا ممكن اعمل الشخصيه واوصلها واوصل المسج اللي انا عايزاها ويبقى شكلي برضو حلو ونضيف. حتى لو كانت الشخصية مثلا غير مقتدرة أو مثلا شخصية كذا، وانتي عملتي حاجات كتيرة كده وفي مش ناس على فكره ما عندهاش ماديات وبتلبس حلوه جدا وشكلها نضيف وبيوتها نظيفه.